السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه النهارده؟ معايا حيم. فكره النهارده فريندشيب تيست، بمعنى صح اختبار صديق. هنشوف انا ورحيم، يعني احنا بقالنا كام سنه مع بعض؟ سنتين. هنشوف هل احنا نعرف عن بعض حاجات ولا لا. على ما اظن بعد الفيديو مش هنكلم بعض تاني، صح؟ طيب اظن كده الفيديو اتشرح. ده اسم اكونت الانستجرام اللي كسب معانا. لو عايز اكونت الانستجرام بتاعك ينزل الفيديو الجاي، لا عايز اعرف ان انا محتاج. عايز اكونت الانستجرام بتاعك ينزل الفيديو الجاي، اكتب اسم اكونت الانستجرام بتاعك تحت في الكومنتات. مين هيسال اول؟ سيدنا رحيم. بنروح عليا. ها انت تسال اول؟ ماشي. على فكره انا ورب الكعبه جايب لك حته اسئله. مش قادر. مالك يا اختي مكسوفه كده ليه؟ بس ايه رايك في اللبس اللي احنا لابسينه؟ احنا لابسين كده يا جدعان لان في عقبات. يعني رحيم يسالني سؤال انا ما عرفتش اجاوب عليه هيبقى في عقاب. اول حاجه معانا بيض ومعانا كاتشب ومعانا دقيق. وربنا يستر. اول كوتشي جبته كان لونه ايه؟ وانا صغير. استنى بس، هو ايه اللي اول كوتشي جبته وانا صغير؟ مش فاهم. انا اول كوتشي جبته كان لونه ايه؟ احنا عارفين بعد سنتين نعرف ازاي. ايوه وانا صغير. من سنتين وانا صغير. يعني اول كوتشي جبته وانت من سنتين؟ من سنتين مش؟ ايوه وانا صغير يعني. طب ده اول كوتشي جبته في حياتك؟ ايوه. لا اول كوتشي جبته من سنتين. انت بتهزر يا ابني؟ هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي. كنتش جبته من سنتين. سهل معرفتك. ايه دي؟ استنى، كنتش ابيض اللي انت بتخرج بيه دلوقتي؟ مالي؟ ده لسه جايبه من مالي. لونه ايه؟ اسود. بيضة اهي. على بيضة. على بيضة. طيب يا عم انا موجود عندك اهو. بروح بس. رحيم لا لا لا. خلاص كفاية. تصدق لا ينفع شيء. بص رايح. بص رايح. دي أول فيديو نزلته على القناة يا رحيم. إيه؟ أول فيديو أنا نزلته على القناة. الفيديو بتاع اتصالات. لا لا يا حبيبي. على القناة. لا لا على القناة. لسه استنى. ها؟ على القناة؟ هديله فرصة عشان هو اداني فرصة. بعد كده مفيش فرص. ماشي. يا رب. ثانية واحدة يا عم، تهنيش. لا لما الموبايل لما اكون قاعد بتذاكر. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت قلتها؟ انا عايز جملة مفيدة. والموبايل لما اكون هتكلم حد على النت. قول سؤال هتجاوب تقول ايه؟ اللي هو لما بكون بكلم حد على النت و بس هديك كده غلط. اللي بتاع الجيم بس عايزك اهو. طب ايه ده؟ انا ماليش دعوه على فكره. عامل زي الجيل. يلا ايه ده؟ بس انا شعري قصير. طب ما انا شعري قصير. انا كمان. خلاص اسال سؤال. يلا امسك الموبايل ازاي انا؟ المفروض تكون حافظ اسئله. لسه هحفظ. ايه اكتر اكله انا بكرهها؟ اكتر اكله بتكرهها؟ طب خضروات ولا؟ خضروات. بسله؟ اكتر حاجه بحبها البسله. فرصه ثانيه. اكيد مش ملوخيه. العود بتاع عمال عليك عمال يخش جوه كده. ما ينفعش اللي هتصدق فعلا. كبسه. الكبسه مش اسف اسف الكبسه مش كده غلطت خلاص. ما انا ما الكبسه مش فواكه. طب فواكه ايه؟ خضروات. بقول لك استنى. لوبيا. خلاص كده. القلقاس. القلقاس؟ هو القلقاس خضروات؟ انت بتتكلم جد؟ ايوه يا راجل. ايوه نبته. ايه القلقاس خضروات يا جدعان؟ جت على الحيطه. مش عليك. بطرباص. كمان هيبوظ. انا هنزل في الشارع. يلا. عامل كده ليه؟ يا ابني يلا يا رحيم. اكتر اكله بحبها عيب عليك لو ما عرفتهاش. من ماك. مش من ماك. بيت. بيت. اكل بيت. ليك فرصه. اكل بيت ولا اكل في ايه؟ عادي في اي مكان بتعمل في مطعم تاني. ليك فرصه واحده. لا دي عشان مش عارف. شو؟ غلط. بص بص يا بابا
هعلمك انا ازاي الضيق بيتحط. لا انت كده حاطط كتير، انت قلت ما تحطش كتير. انت امشي في ايدك، حط ال كمان شويه. ثانية يا رحيم، لو سمحت اقعد مكانك. يلا ده كله اقعد مكانك. يلا اقعد مكانك، غمض عينك. ما كانش في كاسه لو سمحت، انت عارف مفيش حاجه اسمها كده. اه ايه ده يا عم، ايه ده يا نهار ابيض اسود، مفيش حاجه تعرفش. انت عارف اللي هيحصل فيها ايه؟ اسال. انا وشي لازق. انا قلت لك ايه؟ ايه اكتر اكله بكرهها؟ خفش يا واحد صغيرين. ايه ده؟ على شعرك. اخر رقمين في رقم موبايلي كام؟ حرام عيب عليك بقى صديقك بقالي سنتين ولو مش حافظ رقم موبايلي. انا مش حافظ رقم موبايلي، انا احفظ رقم موبايلك ازاي؟ على فكره ولا واحد فينا جاوب على اي سؤال. طب ايه اخر رقمين عندي؟ انا مش عارف. طب عايزني انا اعرف؟ اه لازم. 84 93 امال ايه؟ 35 ديدي ديدي بس عارف بس وينش يا حالي. محشر قوي. ولا اكتر يوتيوبر بحبه؟ عيب. اكيد اجنبي صح؟ عيب. اه اجنبي. هو الاسمراني؟ لا فيديو مين؟ اخر جواب. اجنبي صح؟ اجنبي. اللي هو اللي رمى الايفون؟ ايه؟ كي اس ار. ايه بقى؟ ايه بقى ده؟ ده نوع موبايل. هقول لك ايه طيب؟ يوتيوب. غمض عينك. ايوه. غمض عينك عشان ما اجيبهاش ورا. غمض عينك. بص على ايدك. طيب بص على ايدك ومناخيرك ما تخافش. يا نهار ابيض بقى دي ريحة حلوة. بص كده. بص بص عشان اهدى. يلا انا عايز اسال سؤال. انا ما بجيبهاش ورا ليه؟ ما بجيبهاش ورا ليه؟ ما بجيبهاش في وشك ليه؟ ايه اول مادة جبت فيها صفر؟ اول مادة جبت فيها صفر؟ رياضة. لا خلاص كده. تاريخ. يا سلام فرحان قوي. ما بنزلش. كفايه. بحاول امسك الموبايل. فيديو لو خيروك اللي انا وانت عملناه كان يوم ايه؟ كان يوم ايه من ايام الاسبوع؟ امي. ثانية واحدة. انا في اليوم ده ما حضرتش دروس وجيت معاك انت وطارق. كان في يوم في مطره. يوم حد. حد تلات. كان يوم خمس. اخر سؤال. اخر سؤال لرحيم. طب يا جدعان انا المفروض المربطه دي يعني يبقى عليها لايكات صح يا رحيم؟ بس يا عم اقعد روح. ازاي انا كده؟ اليوم اللي اتولدت فيه في يوم 11/11/99 كان يوم ايه؟ بقول لك يلا تمام عليك حبيبي مع السلامة. يلا. انت بتصوت؟ كان يوم ايه؟ طب انا اعرف منين يا رحيم وانا كنت مع امك ساعتها؟ ايه اعرف؟ اضرب واحدة صارت خالص. يوم الاثنين. صح؟ يا ابني ما مسحتش ما مسحتش. لا قرب غمض وش غمض عينك. السؤال اللي هقوله لك ده سهل يا رحيم جدا. الفيديو بتاع القلم كنت فاكره. انا كنت لابس ايه في الفيديو ده؟ ابيض. غمض عينك. نزل ايدك. انت غبي يا ابني. ليه؟ الطبق مين في وشك؟ وبتاع دخل جوه بقك؟ انت ما شفتش شكلك؟ طب يا جدعان انا كنت
خلصنا الفيديو يا ريت يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك يا ريت سبسكرايب يا ريت بقى الفيديو ده مش عارف انا اتعورت عورت مش عارف لا ايه ده خدش يا يا ريت نحاول نوصل الفيديو والله كانت عاليه كده حق المرمطه رحت مرمطه يا ريت يا جماعه قلنا بقى التيشيرت والبنطلون ده عشان ما ينفعش حق التيشيرتات والبناطيل اللي باظت دي